مرحبا، أنا اسمي مصطفى الأغا، عمري هلأ 57 سنة. أنا من مواليد 6/6/1963، يعني الستينات من القرن الماضي كانت بداية عمري، وأكيد معظمكم ما عاشوا هذيك الفترة. ما فيها أي شيء بيشبه هالأيام أبدا. أولا وقبل ما أحكي عن الفترة رح أخبركم أني أنا الأخ الخامس بعيلة من 11 شاب وبنت، 5 شباب و6 بنات. أنا رقم 5، في أبي 4 وبعدي لسه في كمان ناس. نحن كلنا من أب وأم واحدة، أب الله يرحمه كافح وتعب وربى الجميع وأصر أنه كلهم يتعلم، وهذا اللي صار والحمد لله. لكن ولا واحد لا كمل دراسة أو ما يعني ترك المدرسة أبدا، كلياتهم درسوا، في منهم درسوا شهادتين بالجامعة، وفي إخوات دراسات عليا وكلهم من الناشئين، في منهم 5 بيشتغلوا بالإعلام. الوالدة الله يحفظها كان عليها التربية والتعليم الأهم، كان لازم تعرف تحدد الصرف على 11 ولد براتب محدود وبمكان محدود، يعني بيت 3-4 غرف فيه 11 واحد، كان في عنا غرفة للضيوف لازم أحد يقرب عليها، وكلياتنا محشوكين ب 3 غرف. الوالدة الله يعمرها دائما كنت قلها إنه أنت قضيتي 22 سنة يا حامل يا على إيدك ولد. وسط هالعيلة المحبة كان لازم أساعد أهلي ولازم أوقف معه، لأنه حتما مستحيل أي راتب يكفي 11 ولد. الوالد بعمره ما طلب منا نشتغل، لكن أنا وأخي اللي أكبر مني بسنتين حسين أصرينا أنه لازم نساعد. أول عمل اللي بتذكره كان بمطعم، كان عمري 8-9 سنين. الشغل طبعا ما كان خلال السنة والسنة بالمدرسة، لكن خلال العطلة الصيفية كنا نشتغل ونصمد، يعني نخبي شوية فلوس للشتاء ونعطيهم للوالد. اشتغلت خياط، تعلمت كتير شغلات من الحياكة والكوي. اليوم 2020 أنا بكوي ملابسي وبكوي قمصاني، وأحيانا لما بيخرب شغلي أنا بسوي بإيدي اللي تعلمتها هي المهنة. اشتغلت نجار، دهان، طيان، ما بعرف إذا بتعرفوا يعني طيان. اشتغلت أثناء دراسي بالجامعة بمدينة ألعاب بجريدة تدوين محاضرات، اشتغلت حتى ببيع الخضرة والفواكه، أي شيء بيخطر على بالكم اشتغلت فيه. زمان ما كان في نت ولا موبايل ولا ساتلايت، أنا أول محطة شفتها بحياتي ساتلايت كنت في السويد، بتذكر تمام كانت محطة MBC. وقتها هاجرت على السويد ببداية التسعينات وترجمت كتاب على رئيس وزراء السويد أولف بالمي، حتى يعني كنت أترجم أكتب أشتغل أي شيء حتى أعيش، حتى بس تكونوا بالصورة. أنا اشتغلت وعمري كان 17 سنة، هذا الشغل اليومي. اشتغلت بالجامعة، اشتغلت بجريدة، اشتغلت بالتلفزيون، بنفس الوقت كنت طالب بالجامعة، كنت أعطي دروس خاصة، يعني كنت اشتغل تقريباً 18 ساعة باليوم. ولليوم وأنا بهالعمر بشتغل 18 ساعة. الكل بيسألني يا أخي أنت إمتى بتنام وإمتى بتفيق؟ أنا بنام 4 الفجر، بخلص برنامجي 2-2 ونص، بوصل على البيت الساعة 3، بقوم بلعب رياضة الساعة 9 الصبح. دائماً بقول تنظيم الوقت وتنظيم الأولويات بالحياة هو كل شيء، لازم تنظم أولوياتك. الفوضى هي ما بتخلق إلا فوضى. الحياة على أيامنا كانت جدا مختلفة، وكان طريقك للتميز أصعب وأصعب بكتير من هلا. كان في تلفزيون دولة واحدة، كان قناة واحدة، كان صعب جدا أنك تدخل المجال وأنك تنافس، لأن المعايير كانت جدا عالية. على أيامنا المذيع كان المذيع صوت وحضور مو شكل، يعني لازم تتقن اللغة العربية ولازم يكون مخارج حروفك وطريقة إلقائك غير، مش بالسهولة اللي بتصير هالأيام. بتذكر كنت سافر أكثر من 2000 كيلو رايح جاي، والله كان أكثر من 2000، 11 ساعة سفر حتى يطلع صوتي بالإذاعة، يمكن دقيقة، والله يمكن دقيقة ونص. والله كنت اشتغل، اعمل تقارير، صور، درس، ادرس، اشتغل بجريدة حتى اقدر اصرف على حالي. للأسف الايام لما بتحكي لواحد عن قصة كفاحك وتعبك بيقول لك يا اخي ايامكم غير ايام. ايه ايامنا غير ايامكم. رح اخبركم شغله، كنت مراسل لصحف الخليج، وحتى ترسل المادة لازم تكتبها على ورق وتبيضها وتظبطها، بعدين تجيب الصور وتطلعها، بعدين تحطها بظرف وتروح للبريد المركزي لازم يشوفوا شو هي المادة، وبعدين يختموها، وبعدين نرسلها، بتقعد أسبوعين لتوصل. هلأ إيميل بسيط توصل بعد ثانية وبلاش، بس
الشخص اللي شايفينه أمامكم هلأ والشخص اللي تعب وعرق واشتغل على حاله حتى يقدر يفهم الدنيا ويواكب التطور التكنولوجي الهائل اللي مر علينا من بداية التسعينات حتى الآن. لهيك الحياة علمتني كتير، ولهيك بتشوفوني حالياً بعمل حكم بآخر برنامج هي حصيلة التجارب، بعملها خلال ما بيتجاوز 60 ثانية، بس هالستين ثانية ثمنها عمري وشقايق وتجارب وصلتني إني هلا واقف أمامكم حتى أحكي لكم عن تجربتي شو علمتني هذه الحياة. بتمنى إنه تتعلموا شوي من تجارب غيركم، لأنه حد معروف إنه ما بيتعلم إلا من كيسه، بس إن شاء الله ما بتتعلموا إلا من تجاربكم، وإن شاء الله بتكون الأيام الجاية أحلى.